لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد الرياضية المغربية اولا باول. كنظن الفوز اليوم جاء على مجهودات ديال اللاعبين. كنظن الجولة الاولى استطعنا نسجلوا هدف من هجمة مضادة، الفريق الخصم سجل هدف من ضربة ثابتة، استطعنا نسجلوا هدف ثاني. الجولة الثانية كانت تكتيكية اكثر، اللاعبين كانوا منضبطين، عرفنا الفريق الفاسي غادي يعتمد على الكرات الطويلة، فاللاعبين كانوا مركزين. نهينا المباراة، فالانتصار جد مهم في الفترة الصعبة اللي كان مروا بها، في انتظار نحلوا المشكل ديال الانتدابات. يعني لازلنا 5 أيام باش نشوفوا هذا الموضوع اللي جد مهم بالنسبة لنا، اللي غادي يكون واحد المعرج سواء ايجابي سواء سلبي في الباركور ديالنا في الشامبيونه. يعني 3 نقاط تعطينا واحد الدعم، كنهديوها للمكتب ديالنا للجمهور ديالنا. غادي نحاولوا نركزوا في المباريات المتبقيه باش نحاولوا نجمعوا اكثر عدد من النقاط باش نهيو مرحله الذهاب في واحد المركز اللي هو امين.